بالتيشيرت الابيض طالع طبعا عشان ابدي اعجابي بليدز يونايتد وباداء ليدز يونايتد مش في ماتش النهارده بس، في الاربع ماتشات اللي لعبوهم في الدوري الانجليزي. ليدز يونايتد اللي عامله اربع ماتشات خرافيه، ليدز يونايتد اللي النهارده كل مانشستر سيتي وخد ورا مصنع الكراسي، بيلسا اللي النهارده تفوق على جوارديولا الاستاذ، بيلسا عارفين مدرب كبير وليه تاريخ، كل النهارده بيب جوارديولا وعلم على بيب جوارديولا باداء اكثر من رائع وكان اقرب للفوز. انا كنت خايف مانشستر سيتي تفوز لان مانشستر سيتي ما يستحقش انه يفوز، ليدز يونايتد كان الاقرب للفوز وضيع فرص. طبعا هنتكلم عن مباراه النهارده، مش بس كده، هل سؤال مهم، هل بيب جوارديولا افلس فكريا؟ هل بيب جوارديولا لدرجه انه يلعب النهارده رياض محرز مهاجم صريح، رياض محرز اللي هو ما بيلعبش مش مكانه؟ انا يعني اعذرك، عندك اتنين مهاجمين مصابين بس على الاقل العب ابراهيم ستيلي مهاجم صريح واستفاد برياض محرز ناحيه اليمين، لكن انت عندك شويه كده ايه اختراعات ومفكر نفسك ان مفيش مدرب قبلك ولا بعدك فانت بتخترع. يلا نتكلم عن المباراة الرائعة اللي قدمها ليدز يونايتد والأداء الفاشل في ثلاث مباريات لمانشستر سيتي. معكم عصام السرساوي، لو أول مرة تتفرج عليا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعار بفيديو منزله جديد أو قديم، لايك أهم حاجة، لايك اخبطنا اللايك عشان الحلقة تنتشر وشير الحلقة. وتعالى بقى أقولك النهاردة عنوان ليدز يونايتد خاب مانشستر سيتي ورا مصنع الكراسي، يلا بينا. طبعا في البداية لو هتكلم عن المباراة النهاردة وهتكلم عن الفرقتين النهاردة، فالمفروض يعني من اقوى الفرق بعد ليفربول السنة اللي فاتت والسنة دي، مانشستر سيتي بيواجه فرقة لسه صاعدة من الشامبيونشيب وبيلعبوا بعض. اي نعم ليدز يونايتد فرقة كبيرة هجوميا وكنت متوقع ان هيبقى اداء هجومي من الفرقتين لان بيلسا ما بيلعبش الكرة الدفاعية ايا كان هو بيلعب مين، لا بيلعب الكرة الهجومية البحتة. بيلسا اللي في الماتشات اللي فاتت قدام ليفربول اتغلب 4-3، فاز بعد كده 4 وفاز بالماتش اللي بعديه 1-0 واتعادل النهاردة مع السيتي 1-1 وكان اقرب وكور في العارضة والدنيا كانت يعني مغمقة النهاردة على بيب جوارديولا ومانشستر سيتي. لكن زي ما قلت ليدز يونايتد فرقة ومش سيتي، بس متوقعتش الأداء الباهت من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي بيقدم أسوأ ثلاث مباريات ورا بعض في بداية الموسم ويتغلب بفضيحة من ليستر سيتي 5-2 والنهاردة يتعادل وفاز المباراة الأولى بس هو اللي فاز بيها. ده بجانب سؤال مهم اللي سألته لكم، هل أفلس بيب جوارديولا؟ بيب جوارديولا النهاردة ما عندوش حلول، ما عندوش دكة، ما عندوش معذور يعني انه عنده اتنين روس حربة مصابين، بس انت ممكن تأدي حتى لو ما عندكش راس الحربة، وليه ما جبتش راس حربة رايح تجيب اتنين دفاع، رممت الدفاع وضرب منك الهجوم. بيلسا بقى وليدز يونايتد اللي عنده كتيبة فاهمين بعض ما فيهاش النجم الواحد، لكن فرقة بتلعب كورة، فرقة اداء جوه الملعب بتلعب قدام اي حد، ما بترهبش اي حد. ده قدام ليفربول، ليفربول فاز بصعوبة 4-3. النهاردة بيب جوارديولا، هنتكلم عن السيتي. بيب جوارديولا اللي نزل بتشكيلته الاساسية مكونة من إيدرسون في حراسة المرمى، اتنين قلب دفاع لابورت وروبن دياش اللي هو لسه جاي جديد والوافد الجديد، لعب ناحية مين وولكر ناحية الشمال، لعب بمندي، مندي اللي انا شايفه اقل من انه يلعب في مانشستر سيتي، في ثلاثة في نص الملعب، لعب بفيل فودن ولعب طبعا بالنجم دي بروين ولعب جنبه برودريجو رودي طبعا، ولعب ثلاثة قدامهم رياض محرز ولعب بتوريس ولعب بستيرلينج. تشكيلة لو بصت لها تشكيلة اساسية، بس غلطة التشكيل انه لعب طبعا رياض محرز قلب دفاع هجوم، رياض محرز مش قلب هجوم، رياض محرز بيلعب وينجر، رياض محرز بيجي بوشه ما بيستلمش بظهره. النهارده كنت يعني المفروض تلعب بستيرلينج، ستيرلينج تلعب بيه قلب هجوم وبعد كده تستفاد برياض محرز، ده اللي ما عملوش حتى يعني. طالع 1-0 الشوط الاول بس نزل بلسه طبعا بفرقته ومصممين، والشوط الاول كانوا ممكن يجيبوا اهداف، ضيعوا اكتر من فرصه الشوط الاول. ليدز الى النهارده لو هحط اسامي كده في ليدز فكوستا من ابرز النجوم، ف
طبعا رودريجو اللي نزل احرز جون من ضمن النجوم، بوفيدا اللي نزل الشوط الثاني نجم من النجوم، بافورم ونجم، الاربعه دول يعني بجانب بقيه الفرقه يعني لعيبه تقيله. النهارده رودريجو، مورينيو رودريجو النهارده احرز جون وكره في العارضه واداء، مع انه نزل اخر 30 35 دقيقه في المباراه، لعب 35 دقيقه بس. على الجانب الثاني تغييرات بيب جوارديولا الغريبه والعجيبه، يعني عندك لعيب لسه راجع من كورونا، لعيب لسه مش جاهز، لعيب ما اتمرنش كتير، لعيب يعني برناردو سيلفا تطلع توريس وتنزله. النهارده من ساعه التغيير ده الضغط زاد جدا جدا على بيب جوارديولا، بيب جوارديولا اللي طلع رياض محرز وكان ونزل مكانه فرناندينيو عشان يأمن نص الملعب، بيلعب على التعادل ما خسرش، نزل اكي قلب دفاع وطلع الباك الشمال. النهارده بيب جوارديولا تايه، ما عندوش حلول، ما عندوش دكه بجد. فرقه اصبح جوارديولا مش ده جوارديولا اللي كنا منبهرين بيه كام سنه، سنتين ثلاثه اللي فاتوا، لا جوارديولا لازم عايز مهاجم، عايز مهاجم. اجورو هيرجع بس انت دلوقتي محتاج مهاجم، المفروض تجيب مهاجم، واجورو مش بقيلك، يعني اجورو لسه ما قداموش 5 6 7 سنين، لا ده اجورو ممكن سنه ويمشي. لكن هل افلس؟ انا سيب السؤال الاجابه دي ليكو. انا شايف النهارده والماتشات اللي فاتت ما عندوش حلول، ما عندوش دكه، ما عندوش دكه تقيله. ثاني ما كانش يتساب، ثاني كنت تقنعه انه يقعد، ثاني لعيب كان تقيل. النهارده مراكز اللعيبه، انت في الفودن عامل ايه النهارده عشان نستنى في المباراه؟ في الفودن مكمل عامل ايه النهارده؟ النهارده بتخسر يعني لعيبتك. نيجي بقى على الجانب الاخر، يعني مدرب ليدز يونايتد اللي تغييراته قلبت المباراه، بوفيدا ده اللي كان بيلعب وينج يمين ومورينو رودريجو نزلوا قلبوا المباراه، واحد جاب جول والتاني كان مجري وراه الفرقه بتاعت مانشستر سيتي. ده النهارده من يعني من اللي عمله في مندي، طلع مندي ونزل اكي مكانه جوارديولا. دي التغييرات اللي بتاثر في الفرقه، اللي بتخلي الفرقه تلعب احسن، تقدم حلول احسن. لكن صراحه النهارده اسبب بيلسا ان جوارديولا تعبان وما عندوش حلول. النهارده ليدز يونايتد كلت والله مانشستر سيتي. هل مانشستر سيتي خلاص كده اسطوره مانشستر سيتي مع جوارديولا انتهت؟ هل ليفربول هيبقى هو بطل الدوري برضو السنه دي؟ سؤال مهم، وسؤال يعني في فرقه انا متوقعها انها هتبقى منافس ليفربول السنه دي هي ايفرتون. ايفرتون اللي بتفوز بنتائج باربعات، ايفرتون بيخش فيها جوان بس بتفوز، هي الاول، هي ماشيه اول دلوقتي 12 نقطه من 4 ماتشات. ايفرتون قادمه، انشلوتي عامل فرقه خرافيه، عامل فرقه محترمه، فرقه محترمه جدا جدا، وجاب لعيبه مقصرين جدا جدا. كولفرتليون اللي بقى عدى هو الهداف دلوقتي بتاع الدوري الانجليزي، ورودريجو خميس رودريجز طبعا النهارده جونين واسيست. فانتظروا ايفرتون مفاجاه الموسم، انتظروا ايفرتون وانتظروا فرقه ليدز يونايتد. قول لي رايك في الكومنتات كده، بنكون وصلنا نهايه الحلقه ودمتم في امان الله.